قامت جارية تصلي ليلة من الليالي، فلما انتهت من صلاتها قالت: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فقال لها سيدها: وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية؟ قالت: أما إنه يا سيدي لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، ما أقامني وأنامك. صحيح، هذه إجابة صحيحة. أنت توفق لصلاة الفجر من أجل ماذا؟ لأنه يحبك. توفق لقيام الليل وغيرك ينام، لماذا؟ توفق لبر الوالدين وغيرك ينام، لماذا؟ تستقطع جزءا من مالك الشهري من راتبك صدقة للمسلمين وعطاء في أبواب الخير وغيرك لا يدفع هللة واحدة، لماذا أيها الإخوة؟ توفيق من الله، حب من الله تعالى لهذا العبد لكي يسخره أن يكون من في منازل عالية في جنات عدن. هذا المعنى ينبغي أن نستشعره أيها الأحبة. يحبهم يحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه.